مساء الخير، وكل سنة وانتم طيبين في خيمة الثقافية. بنعتذر في البداية عن بعض التأخير لأسباب خارجة عن إرادتنا، وبنقول لكم إن النهاردة أمسيتنا زي ما تعودنا في الخيمة الثقافية الرمضانية بتتكون من مهنة بنناقش أبعادها المختلفة. وهذه المهنة اليوم هي مهنة يعني قد تكون للبعض غريبة شوية أو بعيدة، هي مهنة الجيولوجي. والجيولوجيا لفظ يعني ثقيل الوطأة، لكن هنتكلم فيه. الأول أرحب بزميلتي مروة عبد العليم. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا طارق، وكل سنة وكل مشاهدينا وضيوفنا في الخيمة النهاردة، خيمة الميدان واللمة تحلى مع النيل الثقافية من داخل دار الأوبرا المصرية. فعلا مهنتنا النهاردة ممكن البعض يعتقد أنها مهنة معقدة أو مهنة صعبة، ولكن لو رجعنا بشكل فكاهي شوية وافتكرنا فيلم للرجال فقط، فاكر نادية لطفي برزانتها وجديتها وخفة ودم سعاد حسني لما قاموا بدور الجيولوجيين في الفيلم، وكانت قد ايه مهنة صعبة واعتبروها صعبة، ولكن هم بسطوها بشكل لطيف جدا وعرفنا انها مش صعبة ولا حاجة، وممكن برضو الست تخترقها وتعمل بيها. ولكن احنا السؤال عندنا الاهم من ده، ان مهنة الجيولوجيا هي دراسة علم الأرض، يعني علم الأرض وما بداخله وما تحتويها الأرض من معادن ومن ثروات معدنية كبيرة، ذهب ومعادن ومياه جوفية وغيرها. ولكن كل هذه الثروات إحنا بنبيعها بأرخص الأسعار، وبيستخدمها العالم أشياء كتيرة جدا زي الحاسب الآلي وزي الطيران وزي الفضاء. ولكن لما إحنا ثروات دي ليه بنعاني من فقر؟ ليه إحنا دولة فقيرة؟ صحيح. ليه يا مصري أحوالك عجب وانت ماشي فوق ذهب؟ والنبي يوسف قال ربنا يعني اجعلني على خزائن الأرض. يعني ذكر في القرآن ان هو بيخاطب الحاكم بيقول له اجعلني على خزائن الأرض اللي هي مصر. طيب ثروات مصر ليه فعلا ما هياش بنستفيد منها، رغم ان هذه الثروات ممكن تكون هي مفتاح التنميه الحقيقي؟ احنا ساعتها مش هنحتاج مش هنحتاج ان احنا نستدين من الخارج خالص. مش هنحتاج ان احنا نفرض ضرائب قاسيه، يعني ممكن تبقى الضرائب على طبقات قادره فقط. يعني ممكن ننهض بالتنميه واحنا شركاء في هذه الاشياء، كما يعني يقول الحديث الشريف ان احنا شركاء في الماء والكلى وما في داخل الارض ايضا. ما هو ده موضوعنا النهارده، هو السؤال، هل الثروات المعدنيه دي محتاجه متخصصين هم اللي يقدروا يستغلوها لصالح مصر؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه النهارده من ليلتنا ومن مهنتنا النهارده. اول فقره معانا هتكون معاك يا طارق مع الحفريات، وده تخصص من تخصص علم الجيولوجيا. هنروح مع جمهورنا النهارده في خيمه الميدان واللمه تحلى مع طارق عبد الفتاح، واول لقاء النهارده. اسمحي لي يا مروه نطلع بفقره الاول غنائيه لفرقه مسرح اوبرا ملك، هيمتعونا ببعض الاغاني كفاصل ثم نعود لفقرتنا. مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة. الليلة بنتكلم عن فنانة عدت علينا في تاريخ الفن في مصر، زينب محمد. زينب محمد أحمد الجندي من مواليد حي الجمالية في سنة 1908، اتولدت كمان في عيلة غنية جدا. زينب محمد أو ملك محمد، وده الاسم الفني اللي أطلقوا عليها محمد حسني البابا. عارفين محمد حسني البابا ده يبقى مين؟ ده يبقى والد السندريلا سعاد حسني والعظيمة نجاة الصغيرة، مطربة العواطف. ده اللقب اللي أطلق عليها في فترة التلاتينات، لكن اللقب اللي عاش معاها فترة طويلة هو ملكة المسرح الغنائي. وده لأنها كانت بتحب المسرح جدا، ومن كتر حبها في المسرح أجرت مسرح عشان تحط عليه اسمها بعد ما اشتغلت فترة كبيرة في فرقة أمين صدقي. عارفين المسرح اللي أجرته عشان تحط عليها اسمها ده يبقى فين؟ ده موجود في شارع خليج الخور، متفرع من عماد الدين، وتم افتتاحه تبع البيت الفني للمسرح في
في 15/6/2014. المسرح ده ساهم في شهرة فنانين عظام كبار زي حسين صدقي وصلاح منصور وغيرهم برضو كتير. ملك محمد قدمت أعمالها الفنية الكبيرة العظيمة على المسرح اللي شايل اسمها. قدمت مسرحيات زي سفينة الغجر وميسة وغيرهم برضو كتير. كان لا يمكن في أيامها تصحى الصبح إلا ولازم تسمع أغنيتها اللي بترن في ودانك وهي بتصبح على الناس وتقول لهم صباح الخير. صباح الخير صباح الخير